هاي عطار، جود مورنينج. النهارده يا عطار هنشوف مع بعض الاختبار هيجي في ايه باذن الله. اول حاجه في الاختبار نفتكر مع بعض لما نتكلم عن العادات بتاعنا اللي احنا بنعملها كل يوم، اللي هي بنعملها every day. every day يا عطار معناها كل يوم. هنفتكر مع بعض لما نتكلم عن عاداتنا اللي بنسويها دايما، مو بس اسويها الحين، دايما في حياتي اسويها. كده انا بستخدم كلمه every day. every day يعني كل يوم. لو بتكلم عن عادات اللي بعملها كل يوم بقول I play، ولا احط I in E ولا اي حاجه، اقول I play football every day. انا بلعب كوره كل يوم. طب لما احب اقول انا ما بلعب كوره كل يوم، عاداتي برضو بتكلم عن عاداتي، اقول I don't play. يبقى بلعب اقول I play، ما بلعب I don't play. بس تذكروا انا بتكلم عن حياتي بشكل عموما، يعني لما اقول بلعب كوره يقول دايما بلعب كوره في حياتي. I don't play معناها ابدا ما بلعب تنس. I don't play tennis، ابدا ما بلعب تنس. يبقى لما اتكلم عن عاداتي احط الفعل زي ما هو I play، I eat، I drink. لكن لما اقول مش من عاداتي اقول I don't play، I don't eat، I don't watch. طيب لما اسال عن العادات بتاعتي، يعني عايز اسال واحد هل من عاداتك بتسوي كده؟ ابدا بدو. لما اسال واحد عن عاداته ابدا بدو. Do you watch TV؟ Do you drink tea؟ Do you like fish؟ يبقى اذا لما اجي اسال واحد عن عاداته ابدا بدو. طب لما اجاوب Do you watch TV؟ Yes I do. No I don't. ده لما اتكلم عن ايه؟ عاداتي بشكل عام. I play ما اضيفش اي حاجه. لما اقول ما بسوي اقول I don't play. ولما اسال واحد عن عاداته اقول له Do you watch؟ Do you play؟ اوكي يا ابطال، ننتقل لحاجه ثانيه. طيب يا ابطال تعال نشوف الأسئلة ممكن تجيني إزاي في الاختبار. هيجي لك في الاختبار I space English every day. أدام قال لك every day يعني عادة، يبقى هاخد I study اللي هي من غير أي حاجة، طول ما بتكلم عن عاداتي every day آخد I study وما أضيفش أي حاجة. I climb the tree every day. every day يعني كل يوم، يعني عادات. طول ما بتكلم عن عاداتي وعايز أقول ما بسوي هذا الشيء بستخدم don't. I don't climb the tree every day. هنا بيسألني Do you like science؟ تحب science؟ أقول Yes I do. Yes I do. ولا Yes I do ولا حقيقة في الاختبار Yes I do ولا Yes I do ولا Yes I don't. أقول Yes I do ولا Yes I don't. حقيقة السؤال كده Yes I do ولا Yes I don't. طبعا ما فيش حاجة يا أولاد اسمها Yes I don't. أنا إما أقول Yes I do أو No I don't، فالإجابة دي خطأ. مفيش حاجة اسمها Yes I don't، فهقول طبعا الإجابة الصحيحة Yes I do. الإجابة الصحيحة Yes I do، مفيش حاجة اسمها Yes I don't. خش على اللي بعديها. طيب لما نيجي نتكلم يا أبطال عن الشيء اللي بسويه الحين، لما نتكلم يا أبطال عن الشيء اللي بسويه الحين، أنا بسوي الشيء الحين هو now. بسوي الشيء الحين now. لما أقول لك أنا بسوي هذا now. now يعني إيه now يا أبطال؟ يعني الحينة. الحينة. لما بتكلم عن شيء بسويه الحينة هو now، لازم اجيب am، احط لها ing. يعني لازم اقول I am reading now، I am watching now، I am studying now.
طب لما احب اقول ما بسوي شيء الحين اقول ايه؟ I am not reading now. I am not studying now. I am not playing now. احنا بنتكلم عن now هنا لازم نقول I am eating. I am drinking. بنتكلم عن now. طب لما اسال واحد عن نفسه الحين هل انت بتسوي هذا الشيء الحين ولا لا؟ اقول له Are you eating now? Are you studying now? Are you watching TV now? يقول لي yes I am أو no I am not. Yes I am أو no I am not. Okay يا أبطال. نكتب بعد كده. بيقول لك في أول واحدة I space now. I space now. I am walking now ولا I walk now؟ طبعاً أدام قال لي now الحين أقول I am walking now. I am walking now. وإمتى أستخدم walk يا أستاذ؟ أنا بتكلم عن عادات كل يوم بمشي، لكن أنا بتكلم عن الحين بس، بقول I am walking now. I space now. I am not running ولا I don't run. أنا هنا بستخدم كلمة إيه؟ now الحين بتكلم عن الحين فأقول I am not running now. I am not running now. طيب لما اسال واحد هل انت بتسوي هذا الشيء الحين now اقول له ايه؟ Are you drinking or do you drinking؟ طبعا دام بتكلم عن الحين اقول Are you drinking juice now? Are you drinking juice now؟ انا بتكلم يا ابطال عن الحين. طيب تعالوا نشوف الكلمات، تعالوا نشوف الكلمات. بيقول لك number one camels live in the desert ولا in the sea؟ camels عارفين طبعا camels هو الجمل يا أبطال. live يعيش in the desert ولا in the sea؟ of course the camel lives in the desert. the camel live in the eh? in the desert. the desert يا شباب معناها الصحراء لو تفتكروا. camels live in the desert يعيش في الصحراء. camels live in the desert. طيب number two the hawk is a bird or a plant. the hawk is a bird or a plant. hawk هو الصقر طبعا. hawk is a bird طائر. bird طائر. the beetle هي الخنفساء. is a bird or insect. is a bird or an insect. طبعا the beetle الخنفساء is an insect. Insect يعني حشرة. It's an insect حشرة. My grandfather جدي is my father's brother ولا my father's father. He is my father brother ولا my father's father. Of course my grandfather is my father's father. My grandfather is my father's father. My aunt is my mother's. My aunt تقرب إيه لمي mother. My mother's sister ولا my mother's mother. طبعا my aunt خالتي is my mother's sister. My mother's sister. بعد خطر. نبص مع بعض هنا يا شباب. He spays the eggs. He spays the eggs. He rides the eggs. He rides the eggs. He rides the eggs. ولا he collects the eggs. طبعا ride معناها يركب زي يركب الدراية. He rides the bike. لكن the eggs. Eggs يبقى he collects the eggs. Collect يعني يجمع. يجمع eggs أو البيض. She spays the grass. She spays the grass. She cuts the grass or climbs the grass. احنا نعرف grass معناها الحشائش. grass حشائش العشب. the grass. طبعا she cuts the grass. cuts the grass يعني تقطع العشب او تقطع الحشائش. لكن she climbs ما ينفعش. climb معناها يتسلق.
طيب ايش بقى بعد كده؟ بيقول لك they space the mountain, they space the mountain, they space the mountain, they climb the mountain or ride the mountain. طبعا هنقول they climb, climb يعني يتسلق, the mountain يعني الجبل. We space the bike, we ride the bike or climb the bike. طبعا هنقول we ride the bike, we ride the bike يعني نركب الدراجة. We space in the tent, in the tent يعني في الخيمة. We camp in the tent or we ride in the tent. Of course we camp in the tent, we camp in the tent. Okay, أعتقد كده احنا خلصنا كل حاجة. عايز تراجعوا الفيديو كويس من دلوقتي علشان خاطر تجيبوا الحاجة اللي هي الأخبار. Thank you very much for your time. I hope you enjoyed your revision. Goodbye.